الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. توقع حركة البيتكوين وتوقع الحركة الكبيرة القادمة بأهم التحليلات والتحديثات على قناة التليجرام. انضم لنا على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتشوف أرباحي بنفسك. البيتكوين بمناطق 19900 إلى 20300 مناطق دعم ودخول ومناطق حاسمة جدا. مهم كتير نحافظ على مستوى 20500 إلى 600 حتى نستكمل الصعود إلى مناطق 21500. طبعا بعد الإقفال أعلى مناطق 21 ممكن نشوف ارتفاعات بالأسواق والمصدى قبل الاجتماع الفيدرالي يوم 2/11. من المتوقع نشوف هبوط بهذا اليوم والتصحيح، لكن مهم نحافظ على مناطق الدعم 19800. صديقي راقب مؤشر الدولار مهم كتير، لازم يكون دخولك بالسوق قريب من مناطق الدعم مع تفعيل الستوب لوز. دايما اترك معك كاش للتعزيز. وإذا كنت وصلت معي لهي النقطة ألف تحية وشكر لك صديقي، لا تنسى تدعمني بالاشتراك.